صباح الخير مشاهدينا. يوم الاثنين الماضي نظم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية. شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قال إن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية جاءت بعد أن كان هناك محاولات للفتنة الطائفية داخل المجتمع المصري، وأنها لو تركت لكانت قد قضت على الأخضر واليابس، وأن يعني هذه الفكرة أو فكرة بيت العائلة جاءت بتفكير مشترك مع الكنيسة المصرية وإدراك لخطورة هذه المسألة. أيضا البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قال إن بيت العيلة هيئة بتعمل بجانب مؤسسات الدولة بجميع مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية، وده للحفاظ على قيم المجتمعية والتقاليد الأخلاقية ونشر السلام المجتمعي والدفاع عن حقوق الإنسان وتأكيد المواطنة والتعاون معا من أجل مجتمع أفضل. معنا للحديث حول بيت العائلة المصرية هنا في الاستوديو الدكتور ثروت قادس رئيس لجنة الحوار المصري الألماني والأوروبي أيضا. شكرا. أهلا بك دكتور. أهلا. خلينا في البداية قبل ما نبدأ الحوار أن احنا نشوف التقرير ونرجع نبدأ الحوار على تمام. نظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصري الذي أسس بالتعاون بين الأزهر والكنيسة عام 2011. وخلال كلمته أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر والكنيسة أسسوا بيت العائلة المصرية استشعارا لواجب المؤسسات الدينية بالمشاركة في الجهود الوطنية والأمنية والسياسية التي تبذلها الدولة لتحصين مصر والمصريين من فتن أحدقت بالبلاد ودمرت من حولنا أوطانا. كان التحدي الأكثر إلحاحا والأشد خطرا هو فقدان الأمن والسلام والاستقرار المجتمعي وتنامي جرائم الإرهاب ومفاجآته الدامية، وكنا على وعي كامل وقناعة تامة بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية لو ترك وشأنه فإنه ما يلبث أن ينزلق بالبلاد إلى حرب طائفية ستأتي لا محالة على الأخضر واليابس. كما أكد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن بيت العائلة المصرية يهدف إلى الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر من خلال استعادة القيم العليا الإسلامية والقيم العليا المسيحية. بيت العائلة المصرية محبة وتعاون معا لنبني بلادنا مصر بلادنا الغالية، مؤكدين على وحدة الوطن وترابط جميع أعضائه وأبنائه، عالمين أن الإنسان هو خليقة الله الخالق الحي ومن صنع يديه، ولذلك فإن الدين للديان والوطن للجميع. كانت مصر وستظل بوعد من ربها وطنا آمنا وشعبا مباركا، فذكر القرآن الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال الكتاب المقدس مبارك شعبي مصر، فكتب لمصر الأمن والبركة وباتت وطنا يتسع للجميع. ومن المقرر أن يناقش الاحتفال مجموعة من المحاور الهامة على مدار 4 جلسات، أبرزها سماحة النص ودوره في دعم السلام المجتمعي، أثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، دور بيت العائلة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية ومواجهة العنف ضد المرأة. 10 أعوام من العمل المشترك بين الأزهر والكنيسة في نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف والكراهية ليكون بيت العائلة المصرية فكرة رسخت قيم التآخي والمواطنة والعيش المشترك بهدف الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر. علي فتحي، النيل. عدنا إذن مشاهدينا بعد أن شاهدنا التقرير، وضيفي في الاستوديو الدكتور ثروت قادس رئيس لجنة الحوار المصري الأوروبي. دكتور ثروت، تابعت معي التقرير، ما هو يعني تعليقك على فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية قبل 10 سنوات، وخصوصا أنه تم إنشاء هذا البيت أو هذا التجمع في وقت كانت تمر فيه مصر بوقت حرج ووقت يعني محاولة لإسكاء الفتنة الطائفية؟
اولا صباح الخير، وشاكر ان حضرتك والقناة بتدعوني في هذا الموضوع، وشرفت يوم الاثنين اكون موجود وسمعت هذا الكلام. والحقيقة انا لي تعليق ان انا اولا سعيد بالاسم، الاسم مهم جدا جدا، وهو بيت العائلة المصرية. صحيح. وعشان كده انا هتكلم من وجهة نظر العائلة دي مكونة من عائلات، احنا بنسميها عائلات لكن هي عائلة واحدة الحقيقة. صحيح. فعشان كده بتجمعنا كلنا كمصريين، وكمصريين اولا، وبعدين بتيجي العقيدة او الدين. وانا اعجبت جدا سواء من كلام فضيلة الامام الاكبر او قداسة البابا، الكلام الجميل ان ليه احنا مع بعض. وانا الحقيقة عندي شعار دايما بنادي بيه في مصر وفي اوروبا وفي كل العالم، نعيش معا نفكر معا ونعمل معا. يعني ايه نعيش معا؟ يعني دي حاجة فعلا من ربنا، احنا عايشين مع بعض نفكر معا، هي دي الفكرة. سنة 2011 في الظروف اللي كنا بنمر بيها في مصر، خرج الفكر الجميل ده ان نبقى نأسس بيت العائلة. والحقيقة كان لي لقاء سواء مع قداسة البابا او مع فضيلة الامام الاكبر، وقلت يا ريت نعمل، لان العائلة دي مش بس هي مصرية، مش بس في مصر لكن في العالم كله. صح. فيبقى نقدر نقول ان كمان في الخارج العائلة. يعني احنا لو شفنا عمليا، انا من عيلة، العيلة دي فيها اخواتي، فيها ناس هنا فيها ناس بره، هنا وفي بره. صح. لكن احنا عيلة واحدة. عشان كده ساعدت كمان ان معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة كانت برضو موجود، واشارت الى جملة جميلة عجبتني، اللي هو الاهتمام بالعائلة، وبتقصد هنا علشان تكون لنا حياة كريمة. حياة كريمة هنا احنا مسؤولين عنها. لو شفناها من الخارج احنا بنشتغل، انا اصلا صعيدي، ولما رحت المانيا من حوالي 55 سنة ما كانش الفكر بتاعي بس ان انا اتثقف وانا اشتغل وعمل، لكن بفكر في العيلة بتاعتي. فعشان كده بيت العيلة يكون فعلا فيه اتصال بالجزء اللي موجود في الخارج. الجزئية دي اتكلمت مع فضيلة الامام الاكبر، فقال يا ريت ننظم بحيث احنا نقدر نقول في كل دولة زي ما عاملين هنا فروع، فرع مثلا اسكندرية، فرع كذا، فرع كذا الصعيد. طيب نعمل نفس الفروع. انا اقدر اتكلم عن الفروع في اوروبا، لان احنا عندنا اتحاد جاليات مصرية في اوروبا، واحنا اهم حاجة عملناها اول ما بدأنا هذا الاتحاد، عملنا لجنة اسمها لجنة الحوار. ولجنة الحوار دي بتجمعنا كلنا ومع مصر، يعني بنجيب من الازهر، يعني ارتباط مع مصر مباشر، ارتباط مباشر. تمام. وبنعمله بالزوم عشان حكاية الكورونا دي طبعاً منعتنا ان احنا نتقابل. طيب اوكي، فروحنا عاملين بالزوم، بنجيب اساتذة من جامعة الازهر، من جامعات مصر، واساتذة من اوروبا، ونتكلم في موضوع. اهم موضوع كنا لازم نتكلم فيه، احنا لغاية دلوقتي عملنا كذا اجتماع بالزوم، اهم حاجة كلمة حقوق الانسان. ليه؟ لان احنا في الخارج بيتكلموا عن ايه حقوق الانسان، ومصر بالذات في الدرجة الاولى يعني. فعشان كده احنا علينا مسؤولية، احنا كجزء من هذا العائلة اللي في الخارج، نوريهم مثلا حاجة زي دي، وندعيهم يشوفوا ازاي احنا نعيش معا، وازاي بنفكر مع بعض لصالح المجتمع ولصالح الانسانية. لو حضرتك يعني خدت البالك من بعض الكلمات اللي قيلت دلوقتي، اهم حاجة ان الله خلق الانسان. وطبعا فضيلة الامام الاكبر مع بابا الفاتيكان عملوا حاجة جميلة جدا جدا اسمها وثيقة
الأخوة الإنسانية دي ليها صدى كبير جدا حقيقة في أوروبا. صحيح. وابتدينا نظهر نقول احنا بنتكلم عن الإنسان. في أوروبا دلوقتي بيهتموا جدا بالبيئة وده جزء لا يتجزأ. فإذا كان الله خلق الإنسان ونؤمن به يبقى على الإنسان أن يعمر هذه الأرض سواء في الكتاب المقدس أو في القرآن الكريم. نلاحظ دي نقطة كويسة. بيقول لنا الكتاب المقدس أن الإنسان عليه أنه يعمر الأرض. صحيح. ونفس الكلام في القرآن الكريم. نعم. وبيقول الإنسان خليفة الله في الأرض. يعني يعمل إيه؟ اللي الله بيحب الناس والله يحب الطبيعة والله يحب البيئة. فبناء عليه دور البيئة ده مهم جدا جدا ان نهتم بيه. ودي طبعا حاجة احنا ما نقدرش ننساها. طب دكتور ثروت انا كنت حاسس حضرتك في الجزئية دي أتفضل. بالذات يعني هناك من يرى ان نحن كعائلة واحدة ونسيج واحد للشعب المصري. نعم. كان هناك من يحاول اسكاء روح الطائفية بين هذا الشعب وجاء بيت العائلة ليوضح أو ليظهر أننا القواسم المشتركة ما بيننا كشعب واحد هي نفس العادات نفس التقاليد نفس حتى الديانات بتدعو لنفس الأخلاق. مظبوط. فكيف حضرتك يمكن أن يؤثر بيت العائلة في الداخل والخارج أيضا؟ أولا أنا كتبت كتاب بهذا الخصوص وجبت الوصايا العشر اللي هي موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي القرآن الكريم. صحيح. يعني الوصايا العشر كلها من الاول للاخر موجودة بتجمعنا. فبناء عليه يبقى الاساس اللي احنا بنبني عليه الايمان والعقيدة هو اساس واحد. فبناء عليه يجب ان احنا نستفيد بهذا الكلام في الخارج بالذات يفهموا ان احنا ليه عايشين مع بعض. وييجوا يشوفوا الصورة دي. انا اتذكر وانا طفل صغير في مدينة ملاوي التابعة للمنيا كان حاجة مهمة قوي وانا طفل في المدرسة وكانت مدرسة انجليزية. هقول لحضرتك اختبار مهم جدا. بيجوا في حصة الدين بيفصلونا. صحيح. لغاية دلوقتي المسلمين لوحدهم والمسيحيين لوحدهم والمدرسة بتاعتي كانت مدرسة انجليزية لان احنا بنهتم فلما جت قالوا ايه المسيحيين يروحوا الكنيسة والمسلمين يستنوا في الفصل. مرة اتنين تلاتة بعد كده كان الشيخ احمد هو المدرس العربي وهو مدرس الدين الاسلامي. قلت له يا مولانا احب وكان سني 9 سنين ما انساش دي ابدا. وده مثل حي لينا في مصر. قلت له يا مولانا عايز اسمع حضراتكم بتقولوا ايه. صح. قال لي خد اذن من اسكندر افندي. اسكندر افندي ده اللي هو مدرس الدين المسيحي. فقلت له بعد اذنك اقعد هنا. قال لي طيب كويس. روح. وقعدت فعلا وسمعت. دي روح كويسه اصلا ان دي روح دي المصريين. دي بقى وانا طفل. صح. ابتديت اقول طب انا عايز اعرف الاسلام لدرجه لما خلصت تعليمي اللاهوتي اول حاجه فكرت فيها اعمل الدكتوراه الاولى مش الثانيه. انا عملت 2 دكتوراه. الدكتوراه الاولى في دراسات الإسلام. يعني أدرس الإسلام. أدرس العقيدة وأدرس كل ما يختص بالإسلام. وبعدين درست في المسيحية وبعدين عملت دكتوراه ثالثة اللي هي بين الاثنين اللي طلع الحوار بقى. طب من درسة حضرتك. نعم. إيه الالتقاء ما بين الديانتين؟ أولا الإيمان بالإله الواحد. صحيح. ثانيا كل الفرائض بنسميها فرائض مثلا اللي موجودة في الإسلام هي موجودة في المسيحية وأصلا كمان موجودة في اليهودية لو كنا يعني فين ديانات السماوية. فالأديان السماوية جبت الفايدة حضرتك دي مهمة جدا. فبناء عليه طالما الإيمان وفي نفس الوقت الأعمال لأن الإيمان بدون أعمال ما ينفعش والاعمال برضو بدون ايمان ما يفيدش. صحيح. فلا بد ان تكون هناك ارتباطات بين الايمان والاعمال. ارني ايمانك باعمالك. يعني انا اقدر اشوف ايمانك. فاحنا متفقين. يبقى الايمان قرين العمل. بالظبط. آه. بس في نقطة في طبعا اختلاف في الفكر. وانا اعجبت جدا اسمح لي دي مهمة قوي. فضل.
بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب لما قال موضوع الديانات الإبراهيمية إن عايزين يعملوها دين واحد إبراهيمي. لا ده مش الفكر، ده فكر، ده فكر غلط إن أنا أعمل دين واحد. لا ده في عقائد وفي أفكار، لكن في هناك في ألمانيا إحنا بدأنا من 20 سنة قبل ما هنا حتى كلمة إبراهيمي توصل، إحنا بنتكلم عن إزاي نوفق بين الأديان السماوية التي تؤمن بإله واحد في الدرجة الأولى. فبناء عليه هناك فرق بين إيماني وعقيدتي، ودي بتجدها في جميع الديانات السماوية. صحيح. حتى في الإسلام، حتى في المسيحية، احنا عندنا المذاهب الكاثوليكية الإنجيلية الأرثوذكسية، وكذلك في الإسلام السنة والشيعة وهكذا. فبناء عليه احنا عايزين نقول لقاء تلاقي مع بعض، ازاي نعيشه معا ونفكر معا، لكن اللي أجمل من كده ونعمل معا. صحيح. وعايز اقول لحضرتك في ازهري عظيم جدا اسمه الدكتور احمد درويش، هو استاذ من جامعة الازهر، ولما كنا بنحتفل في المانيا بمرور 500 سنة على النهضة او التجديد او الاصلاح الوثاري، جه عندنا في المانيا وتقابلنا قبلها في مصر وترجمنا الاقوال بتاعت المصلحين من الألمانية الى العربية. حضرتك تتفرج المنظر الجميل بالخط العربي الجميل، كان يجذب الالمان ويجذب كل الاجانب اللي موجودين. ايه ده؟ طب ازاي انت مسلم وانت مسيحي؟ ازاي عملته كده؟ هو ده، نعيش معا، نفكر معا، ونعمل معا. اهم حاجة اننا نعمل مع بعض. نعم. مفيش حاجة اسمها قبط ومسلم، لا، بيت العائلة المصرية. طب بيت العائلة المصرية وصل للناس فعلا، قدر يوصل للناس في المجتمع؟ بيت العائلة المصرية لغاية دلوقتي في حدوده في مصر اعتقد لحد ما، وجزء في الخارج انا عايز نعممه بقى. وما نقدر نعممه بمساعدة المصريين اللي بيعيشوا في الخارج، وان كل عائلة واحدة. صحيح. مش هنقسم تاني بقى، وهنتكلم مع بعض. العيلة دي حضرتك يعني لو خدتها من نفسك ولا مني، منظور عائلي، تلاقي موضوع عائلي، يعني ده هنا وده هنا وده هنا، لكن احنا عائلة واحدة. وده اللي فعلا المشروع اللي ان شاء الله نتمنى في ألمانيا وفي أوروبا كلها. الأول نبدأ بدول، لأن أنا ما أعرفش النظام في أمريكا ولا كندا ولا أستراليا، أنا بتكلم على المنطقة بتاعتنا. ممكن جدا، وبدايتنا في هذا الفكر تمام، عشان كده عملنا أكاديمية دولية للحوار، نجيب الألمان ونجيب السويسريين ونجيب، وعملناه فعلا بس كورونا وقفتنا. تعالوا شوفونا عايشين ازاي، بيقابلوا قداسة البابا وبيقابلوا فضيلة الإمام الأكبر وبيقابلوا الكاثوليك، واحنا عندنا كاثوليك. وازاي ده يأثر في صورة مصر في الخارج؟ صورة مصر في الخارج اللي بيفهم بيقدرها، اللي بقى سياسيا منجرف او له اهداف اخرى داخلية، اهداف اخرى داخلية، احنا بقى بنكلمهم دول وبقول له تعالى شوف، تعالى شوف، يعني ممكن ينتقدوا اي شيء. العمل العظيم اللي بتقوم به الحكومة حاليا بقيادة رئيسنا المحبوب، يقول لك الناس جعانة وعايزة تاكل ورغيف العيش، تعالوا شوفوا رؤية مستقبلية. صح. احنا في المانيا كنا على الحضيض، ما فيش حاجة خالص بعد الحرب، بعد الحرب العالمية. طيب تبتدي بتفكر ازاي، ما انت لما بتسهل الدنيا وتبني وتعمل وطيب وحياة كريمة دي هي قليلة، تجيب الناس الفقراء عشان يسكنوا في مكان ملائم. اتذكر لو سمحت لي ليلة الانتخابات، قبل الانتخابات بتاعت سيادة الرئيس بيومين، كنا مجتمعين هنا من المصريين في الخارج وبنتكلم مع سيادة الرئيس، فقلت له انا بدعو الى الله يعطيك 3 عطايا هامة جدا. بص لي وقتها طبعا عايز يعرف بقى انا ادعو اقول له ايه. يعطيك رؤية يوسف الصديق في الاقتصاد المصري، لان يوسف الصديق
في اقتصاده وفكر بعلم الله طبعاً, طبعا استطاع يشبع العالم كله. العالم كله جه لمصر ومصر هي اللي اشبعت. ويعطيك اهم شيء جنب الرؤية طبعا حكمة سليمان. حكمة سليمان طبعاً. فكيف انك انت تعيش في المال. اما الحاجة الثالثة يديك صبر ايوب على هذا الشعب. دي حقيقة. لانه الشعب لازم يصبر شوي, اهدوا شوي. دي رؤية عظيمة جدا. انا لا بطبل ولا بزمر ولا اعرف اتكلم كده, لكن بيت العيلة جمعنا جدا واسعدني جدا اللقاء ده اللي كان يوم الاثنين الماضي. واتمنى اننا ننتشر في العالم كله, نقول ادي العائله المصريه الواحده. طب يعني بما ان حضرتك من الصعيد, في هناك قضايا في الصعيد مثل قضيه الثأر مثلا. قضيه الثأر دي من القضايا المهمه اللي يمكن بتؤثر في السلام المجتمعي. صحيح. بيت العيلة من الممكن انه يبقى فيه نموذج يحتذى به للقضاء على مثل هذه القضايا زي قضية الصقر. يا سلام, انت جبت حاجة ابتدينا فيها من سنة من عندنا من الكنيسة الانجليزية اسمها انزل الى القرية. مشروع انزل الى القرية واعمل حوار, اعمله ازاي؟ يبقى لازم اجيب الائمة ولازم اجيب الاول القساوسه والاساقفه مع بعض بدون تحيز من جميع المذاهب ونتكلم مع بعض. وبعدين ممكن نعمل للشعب نفسه, يعني نجيب والنادي بالمحبه والسلام, لان المحبه بتغطي لك كل شيء طبعا. لان يوجد المحبه خلاص يبقى وجود السلام والامن. بس في نقطة مهمة جدا لازم ناخد لبالنا من الناس الغلابة دول. وعشان كده أنا بشجع بقوة هذا المشروع العظيم حياة كريمة, لأنك لو بدأنا الحياة الكريمة واللقاءات بمحبة أكيد هنقدر نوصل للي احنا بنهدف اليه باذن الله تعالى ان شاء الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ثروت قادس رئيس لجنه الحوار المصري الاوروبي, بشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الحوار. والشكر لكم مشاهدينا, وبعد الفاصل نتابع النشره الاقتصاديه.